صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والنور والإشراق على الإمارات، على أغلى وطن. عليكم يا أحلى وأعز مستمعين إذاعة نور دبي، صبحكم الله بالخير والنور، وأهلا ومرحبا فيكم في هالحلقة الجديدة من برنامجكم الإذاعي، برنامجكم الاختصاصي اللي له علاقة بصحتكم وسعادتكم، برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع أحلى إذاعة، إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. في البداية حابة أول شيء أصبح عليكم في رابع يوم من هذا الشهر الفضيل، رابع يوم من رمضان، هذا الشهر الفضيل اللي عليه خيرنا عليه خير وبركات على الجميع بإذن الله. وحابة أول شيء أشكركم على الاستماع وأشكر الجميع اللي موجودين معانا اليوم، أول شيء من الإعداد والتنسيق من فريق هيئة الصحة في دبي، وأيضا معانا من التنسيق الأخت ميرا الغفلي. صباح الخير الأخت ميرا، ومع أحلى مخرجنا المبدع وائل القواسمة، ومعاكم اليوم، وأسفة معانا الأخت نجات أيضا. اسمحي لي ميرا ونجات، اسمحوا لي خواتنا الثنتين، صبحكم الله بالخير. ومعاكم محدثتكم دكتورة سارة الدلال. اليوم نبغى نستمع من عندكم أكثر وأكثر، فأرقامنا مفتوحة للتواصل معانا، أرقام التواصل على 6005514144، وعلى الرسائل النصية 4006. فأرجوكم تتواصلون معانا مع كل الفقرات اللي تكون موجودة، ونحن إن شاء الله بنستقبل كل استفساراتكم. فخلنا أول شيء نبتدي اليوم مع خبر نشر في مجلة لو اسمها شوي طويل، بس مجلة مهمة في عالم الطب، ولها علاقة بدراسات المفاصل والعظام، وأيضا أو خلنا نقول الحركة اللي لها علاقة بالعضلات، واللي اسمها مجلة ساركوبينيا أند كاشاكسيا أند ماسل. خلنا نشوف الدراسة هاي كيف أثبتت وجود البروتين وأهميته في نظامنا الغذائي لدعم عضلات الجسم. تشير الدراسات أن هنالك أهمية لوجود البروتين في النظام الغذائي لدعم عضلات الجسم، ولكن إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة جسمك مع التقدم في السن، عليك اختيار نوع معين من البروتين حسب الأبحاث. فالدراسة اللي نشرت في مجلة ساركوبينيا وكاشاكسيا ومسل نظرت على بيانات أكثر من 85,000 امرأة تجاوزن 60 عاما من العمر، ولاحظت هذه الدراسات أن بعضهن يواجهن ضعف في القوة الجسدية، وكانت النتيجة مرتبطة على ما يبدو بالبروتين أو مدى كمية البروتين التي اللواتي النساء التي تجاوزنا فوق 60 يستهلكونها في خلال اليوم. ووجد الباحثون أن تناول البروتين النباتي على عكس البروتين الحيواني أو المنتجات الألبان كان له نتائج أفضل عندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر ضعف القوة الجسدية. فدائما نحن لما يتكلمون عن البروتين ممكن الصورة أو الأغلبية نروح على البروتين الحيواني أو المشتقات الألبان، بس الباحثون في هذه الدراسة توصلوا أن تناول البروتين النباتي على عكس البروتين الحيواني له أو ينتج لنتائج أفضل عندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر الضعف القوة الجسدية. وتوضح الدراسة أن الأطعمة النباتية يمكن أن تصنع بروتينا كاملا، بروتين يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وللحصول على بروتين نباتي كامل يمكن الجميع الجمع مثلا بين الحمص والفاصوليا والأرز،
وبنتناقش في هذا الموضوع أكثر إن شاء الله مع فقرتنا التغذوية اللي بتكون بعد الفاصل. بس قبل الفاصل بناخذ أستاذتنا العزيزة أستاذة أسمى الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي عشان تخبرنا بأهم المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أستاذة أسمى. صباح الخير دكتورة علي، إذاعة نور دبي. صبحت الله بالخير أستاذ أسمى. شو أخباركم اليوم في رابع يوم من يوم من رمضان؟ ما شاء الله، يعني أول يومين تغير أطباعه، خصوصا اللي متعودين على القهوة. حتى دائما نقول الأشخاص تعودون قبل شهر رمضان كم من يوم أو بس، لأن أول يومين في التغيير، لكن بعدين الأمور تسوي سهالات. لكن أهم شيء إن النوم يكون مهم حتى في رمضان. في بعض الأشخاص ما ينامون في شهر رمضان. نعم، هو أسلوب الصحة أو خلينا نقول أسلوب حياة ممكن يكون في البداية شوي النوم أو مثلا قلة الكافيين في الصباح ممكن يأثر فيك أول كم من يوم، بس الحمد لله هالسنة الأجواء الجو لطيف، فممكن بعد مخفف على أو مهون على مثلا خلينا نقول الإكسبيرينس أو تجربة الصيام هذه السنة. الأستاذة أسماء، شو ممكن تخبرينا اليوم عن أهم المستجدات؟ اليوم من الأشياء اللي نحن بنركز عليها في قنوات التواصل الاجتماعي هو التغذية الصحية، أو الأشياء اللي لازم يسوونها ولازم يتجنبونها في موضوع التغذية في رمضان. وهي من ضمن النشرات اللي بنحطها نحن في خلال شهر رمضان. بنحط مجموعة من النصائح اللي تساعد الصائمين في شهر رمضان المبارك. أنا أنصحهم إنهم يتابعون قنواتنا الإنستغرام وتويتر دي على قنواتنا الثانية، هو نحن بنحط الأشياء اللي لازم لا نتجنبها، ومن ضمنها بعض العادات أو ممكن العادات اللي نحن نسويها وعقب نندم عليها، من مثل الأشياء التكفير على الإفطار، الأشياء اللي نحن نسويها وتسبب لنا عطش خلال رمضان خلال فترة الصيام. أيضا من ضمن النصائح اللي بنحطها شو الأشياء اللي احنا لازم نسويها لتفادي المشاكل الهضمية اللي ممكن تصير. فنحن ننصحهم انهم يتابعونا في قنوات التواصل الاجتماعي DHA_Dubai ويشوفون نصائحنا اللي نحطها بشكل مستمر. ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا أستاذة أسماء. يعني نحن أتوقع الجميع ينتظر، خاصة هاي من ناحية أن التبس خلنا نقول أو النصائح هذه اللي تكون شورت وتعطينا النصائح نفس ما قلتي كيف ما نفرط على الأكل، يمكن حتى سعرات الحرارية والأشياء هاي اللي دايما أنتو تنورون المستمعين أو حتى المشاهدين عن طريق السوشيال ميديا كيف يستفيدون من تجربة الصيام. الله يخليك. نشكر جزيل الشكر أستاذة أسماء الجناحي، وأيضا نخبر الجميع أرجوكم 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 تواصلوا معنا على السوشيال ميديا هاندلز أو وسائل التواصل الاجتماعي على DHA_Dubai. ناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية، رجعت لكم أحلى برنامج، برنامجكم صحة وسعادة مرة ثانية اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. حابة أذكركم بأرقام التواصل على 600551414 وعلى الرسائل النصية 4006. قبل الفاصل تكلمنا عن أهمية البروتين في دراسة نشرتها الدراسة اللي نشرتها مجلة ساركوبينيا كشكسية أن مصل، وهالدراسة شافت إلى مصادر البروتين وكيف ممكن تساعد النساء اللي بلغوا من فوق 60 وكيف المصدر البروتين النباتي كان مهم لصحتهم الجسدية. والحين بنشوف كيف يعني أو بنتناقش أكثر من ناحية التغذية والرياضة السليمة خاصة في شهر رمضان.
نحن يمكن قبل الفاصل الأستاذة اسم الجناحي حتى خبرتنا من أن يمكن نحن جدولنا يتغير، وخاصة من ناحية الصيام أو فترات الصيام تكون شوي طويلة، فالتغذية والرياضة ممكن اللي الجداول تكون مختلفة عند الجميع لنا، فلأن نكون صايمين طوال فترة الصباح أو الفترة اللي تكون خلال اليوم، أو في المساء نبتدي نحن نفطر، فتكون شوية التغذية مختلفة. فعشان نشوف كيف هالمسارين يعني يندمجون، وكيف نحن ممكن نستفيد من فترة رمضان ومن الفترة هذه في إن نستفيد في كل لحظة فيها من ناحية كيف نوظف التغذية والرياضة بالطريقة السليمة، يسعدنا استضافة الأستاذة فاطمة الخروصي اختصاصية التغذية السريرية في أهيئة الصحة في دبي، عشان نتعرف أكثر على أفضل السبل للحصول على التغذية السليمة وممارسة الرياضة من دون ما يشكل أي ضغط علينا في هذا الشهر الكريم. صباح الخير الأستاذة فاطمة. أهلا وسهلا حبيبتي، صباح النور، تفضل. الأستاذة فاطمة، بما أن احنا بدينا الشهر الفضيل، الشهر الكريم، شهر رمضان، وصارنا 4 أيام، أول شيء خلينا نبتدي يعني نشوف شو يعني التغذية السليمة، عشان عقبها نكتشف هل هي التغذية السليمة ممكن تكون بطريقة أخرى في رمضان غير الأشهر الأخرى؟ أيوة صحيح. شو معنى التغذية السليمة؟ هي التغذية السليمة هو حصول الجسم على يعني جميع العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن. طيب أنا هاي العناصر الغذائية شو معناتها؟ معناتها بروتين، كربوهيدرات، خضروات وفاكهة، منتجات ألبان، ودهون طبيعية. يعني جميع هالأشياء اللي هي موجودة في البيت، في السوبر ماركت، تكون موجودة في متناول صحنا، بس بطريقة مقسمة بحيث أن الإنسان ياخذها يحتاجها لجسمه عشان يشتغل بشكل أفضل، وبعدين عشان يخطط وجبات بناء عليها. وكل ما كان طبعا ذات محتوى من السعرات الحرارية الأقل، كل ما كان الإنسان استفاد منها، خاصة للناس اللي عندهم زيادة في الوزن أو إنهم حابين يزول أوزانهم. هاي هي بالنسبة للتغذية السليمة. نعم فهذا جميل، يعني يكون العناصر تكون مكتملة. لو العناصر هذه نحن بشكل عام في الأيام العادية التغذية السليمة هاي تكون مثلا مقسمة، خلنا نقول إلى 3 مرات في اليوم، إن مثلا وجبة الإفطار والغداء والعشاء، وفي النص ممكن في وجبات خفيفة، يعتمد يعني على الشخص إذا كان عنده سناكس على قولتهم أو وجبات خفيفة، بس يعني المجموعة لازم تكون متكاملة، يعني نفس ما قلتي الأستاذة فاطمة. فكيف ممكن، خلينا نقول بعد، خلينا ناخذ مثال التغذية السليمة وممارسة الرياضة، كيف ممكن نوفق من بين الاثنين؟ عرفنا التغذية السليمة شو عناصرها، خلينا نشوف الرياضة كيف ممكن نربطهم عشان يكون عندنا أكبر استفادة من الغذاء اللي ناخذه. صحيح، انت مثل ما تفضلتي قلتي التغذية والرياضة، واحنا نقول هاي التغذية والرياضة وجهان لعملة واحدة، يعني من غيرهم ما بنحقق افضل النتائج. بالتالي اتباع نظام غذائي يتناسب مع التدريبات، ما يكون نظام غذائي مثلا انا اخذت وتدريبي انا شاق، او تدريب مثلا بسيط واخذت نظام غذائي اعلى، فبالتالي انا ما بلقى اي مثل نتيجة. فكل ما كنت اخذت يعني نظام غذائي متبع مع تدريبات يعني تتلائم مع هذا النظام الغذائي، فطبعا لازم اعرف مثلا متى انا اتناول مثلا الوجبه قبل التدريب، وشو اللي اخذه بعد التدريب، كميات المي اللي لازم اشربها. هاي كلها لازم تكون محققه بالنسبه للشخص بناء على حالته المرضيه، او اذا كان انسان رياضي. طبعا في ناس وايدين احنا يجونا العياد محبطين بعد ما يمارسون الرياضه، تلقاهم مجهدين نفسهم في الرياضة، لكن يشتغل في شيء اسمه نظام متوازن أو نظام غذائي متزن. فهم تلقاهم يعني صح شدوا حيلهم في الرياضة، لكن رجعوا إن الوجبات الأساسية اللي ياخذونها فيها سعرات حرارية عالية ما أعطتهم النتيجة اللي هم متوقعينها. فبالتالي دائما نقول احنا النشاط البدني يجب يكون مصحوب مع نظام غذائي، لان المظهر الرشيق، عشان انا اخذ مظهر رشيق او نحافه، او اني الاحظ على جسمي خفت كتله الدهون الموجوده في جسمي، ناتج عن شو؟ عن 30% من نشاط بدني و70% من تغذيه سليمه صحيحه.
لكن في يعني لو أنا مثلا أسبوع وقفت الرياضة لسبب من الأسباب مثلا، وبعدني استمريت في التغذية الصحيحة أو التغذية المناسبة لي أنا، هذا مو معناته إن أنا بيرجع وزني يزيد، لا بالعكس بيكون بعد عنده معدات الحرق مستمرة، وفي نفس الوقت إنه ممكن ينزل وزنه. فدائما يحتاج الشخص إلى تثقيف أكثر في هالموضوع. فإذا أنا نظمت أكله من المغذيات الأساسية اللي ذكرتها، كربوهيدرات بروتين، أخذها لكن كميات محددة، وضفت أنا كميات عالية من الأطعمة اللي هي ذات السعرات الحرارية المنخفضة مثل الخضروات، مثل السلطات الورقية، مثل إضافة الفاكهة بدل الحلويات، أهل الشخص بيعتمد على لو مارس أي نوع من الرياضات أكيد 100% بيلاقي نفسه أنه وصل لمستوى مناسب ونتيجة أفضل من ناحية تخسيس أو تنظيم الوزن. جميل جدا أستاذة فاطمة، يعني 70% الغذاء يكون صحيح مكون من والـ30% يكون الرياضة. نحن ما نقلل من أهمية الرياضة، بس الغذاء أساسي يعطينا الطاقة الأساسية عشان نسوي الرياضة اللي مطلوبة. بس أيضا نحن لازم نبتدي أو يقارن متطلباتنا الرياضية، خلنا نقول مثلا الحرق وإلى آخره. إذا في ناس حابين مثلا، في ناس مش يمكن يكون عندهم جسم رشيق، بس يمكن حق اللياقة البدنية نفسها لازم يقارن مثلا الأكل اللي ناخذه أو نستهلكه بطريقة صحيحة. نفس ما قلتي أنت، مثلا في ناس يسوون اكسرسايز أو رياضة بس يقول لك بعوض عقب باخذ. صحيح. أو إنه يكون أو نعم إنه يكون أختي يعني شو مثلا 30 أو مثلا نقول إحنا ساعتين أو ساعة ونص ويسوي رياضة، لكن مركز على مغذيات من يعني نوع معين من المغذيات مثل البروتين بكميات كبيرة، يقول لك أنا ما أكلت نشويات وحاط بال النشويات هي اللي زادت وزنه، فيركز على البروتين فيكسب كتلة عضلية عالية، فبالتالي يزيد وزنه من ناحية نعم الكتلة العضلية، فبالتالي هو ما استفاد من الرياضة من ناحية أنه نزل وزنه، بالعكس أنه زاد وزنه. نعم فأهم التصحيح، يعني أهم ممارسة الرياضة يعني وزيارة أخصائي التغذية، هاي كلها تساعد على تصحيح المشكلة اللي هو مشى فيها. دوركم مهم جدا جدا أستاذة فاطمة. فالحين خلنا نتطرق إلى رمضان وشهر الصوم، كيف نحقق التغذية السليمة؟ نحن تكلمنا عن التغذية وتكلمنا عن الرياضة، كيف ممكن نحقق هذا الكلام في هالشهر؟ لأن تعرفين الجداول، أو خلنا نقول يومنا، أو اختلف عنا نظامنا في خلال اليوم. صحيح. اول طبعا احنا عارفين ان اول ما نبتدي وجبه الفطور، هاي وجبه الفطور كثير من الناس تاخذها على دفعه واحده، واحنا دائما ننصحهم ما ياخذون دفعه واحده، لان ممكن تسوي لهم خمول فجاه بعد الفطور، والسبب ان الدوره الدمويه قامت تتحرك في الجهاز الهضمي وضعفت في الجهاز العصبي في العضلات في الجهاز الجسم كامل، فبالتالي تلقى الانسان بس المعده هي اللي شغاله عنده فيها تهضم عشان ما تستوي له مشاكل فيحس بالخمول. فاحنا يوم نقول الافطار ممكن نخليه على مرحلتين، المرحله الاولى نتناول طبعا 3 تمرات مع شربه للماي او كوب صغير من اللبن، ونبتعد عن العصائر اللي هي السريعه اللي فيها سكريات عاليه. والمرحله الثانيه ممكن احنا نكملها يعني على حسب مثلا شو المتوفر عندنا، اكيد بيكون عندنا مثلا الفريد، الهريس، الاسماك المصنوعه من الكربوهيدرات ممكن انا اضيفها في ربع الصحن، والربع الثاني من الصحن اضيفه كبروتينات مثل اللحم او السمك والدجاج. فانا هنا قسمت الصحن الى ربع كربوهيدرات وربع بروتين، نص الصحن احاول اضيف فيتامينات ومعادن والياف عشان اخفف من التلبكات المعويه عشان ما يستوي لي عسى الله امساك خلال شهر رمضان، فازيد من السلطات والخضروات الورقيه الخضراء، واذا بضيف مثلا كدهون طبيعيه مثل زيت الزيتون في على البارد في سلطه مثلا متنوعه ممكن اضيفها. في انا خذيت وجبه الافطار على مرحلتين. طيب المرحله الثالثه اللي هي وجبه السحور، وانا هاي الوجبه الثانيه ممكن انا اضيفها بعد في وجبه الفطور اللي هي خذيتها، ممكن اخليها بعد صلاه التراويح، ممكن تكون قبل صلاه التراويح دام ان هي بكميه محدده. نعم زين الحين الوجبه الثالثه هي وجبه السحور، وهاي تعتبر يعني بديله وجبه الفطور في الايام العاديه،
وكل ما كان ضاف فيها مثلا منتجات ألبان التمر كل ما كان أفضل. ليش أنا ذكرت منتجات الألبان؟ إنه منتجات الألبان فيها بعض المواد أو الكازيين، مادة اسمها الكازيين، هاي المادة تساعد على تصنيع البروتين اللي يقوم تكسير البروتينات التغذية ويستفيد الإنسان منها، وبالتالي يساعد الإنسان على حتى الوصول لقدر كبير من التحمل خلال ساعات الصيام، وأيضا يحفز معدلات الأيض عند الإنسان، وبالتالي يلقى الإنسان عمره خلال رمضان بدأ يضعف. ودائما احنا نقول تسحر فان في السحور بركه، بركة. معناته فهذا السحور كل ما كانت وجبه خفيفه فيها مثلا تمر، فيها لبن اللي هو بروتين ممكن ياخذه، ممكن يكون بيض او ممكن يكون شوفان، او احنا نسوي مثل حب الهريس نعم، في الشوربه، هاي كلها فيها الياف تساعد اول شيء على انه يشبع خلال نهار رمضان، ويساعد على ان ما يصير له صداع بسبب وجود المغنيسيوم الموجود في التمر. حتى البيض او اللبن في مثل ما قلت ماده الكازي تخلي يتحمل جسمه قدر اكبر من الصيام، عشان ما يلجأ الجسم انه يفقد الطاقه بسرعه في نهار رمضان، وياخذ يعني ويبتدي يفقد العضل في جسمه. فالبروتين يساعد اللي ياخذ من البيض والكازي انه خلال فتره الصيام يتحمل النهار صيام اكثر، يعني لمده اطول. طبعا في اكيد يعني التمر مثل ما نقول احنا فوائد كثيره، مثل ما قلت لك يعطينا زياده في سرعه النشاط والحرق، فبالتالي الانسان يضعف، يفيد الجهاز العصبي في خاصه الناس اللي هم الطلبه اللي يدرسون الجامعيين اللي هم الموظفين، فدائما يكون عندهم مستوى الطاقه عندهم متزن في الدماغ، الجهاز الهضمي عندهم. التمر يساعد على هضم الطعام بسرعة بسبب وجود الألياف الموجودة فيه، وأيضا يحافظ على أن تعزيز وقوة الجهاز الهضمي من ناحية مشاكل الإمساك عبد الله أو الإسهال، فيكون بعيد عنها تماما إذا كان الإنسان يتناول التمر. أيضا يساعد على التخفيف من الجوع بسبب وجود كثير من المغذيات وفيتامينات تخفف الجوع خلال النهار، وتحمي أيضا من الأمراض بسبب وجود مضادات الأكسدة الموجودة فيه. أيضا التمر هو في النهاية بعد محلي طبيعي أو محلى طبيعي في نسبة سكر عالية، تساعد على أن الإنسان ياخذ السكر الطبيعي من هذا التمر. نعم شكرا جزيلا أستاذة فاطمة، يعني أنا عندي أسئلة يعني أكثر وأكثر نبغى نسألك فيها ونستفسر أكثر منك، صحيح. بس بناخذ يعني نحن نشكرك جزيل الشكر على هذه شكرا. المعلومات القيمة وعلى وجودك معنا ومشاركتك معنا اليوم الصبح أستاذة فاطمة الخروصي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، وعلى جميع النصائح اللي قدمتيها. حياكم الله، هذا حق واجب. الله يحييك، سعيد إن شاء الله، تقبل الله طاعتكم إن شاء الله. منك ومن صالح العالم للجميع أيضا. ناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم إن شاء الله بإذن الله. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائنا المستمعين في برنامجكم الصحي، برنامج صحة وسعادة، برنامج اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي مع التعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. أرقام التواصل نذكر فيها مرة ثانية على 600551414، وأيضا على أرقام الأس أم أس أو الرسائل النصية على 4006. اليوم أو آخر فقرة لحلقتنا اليوم أو برنامجنا، برنامج صحة وسعادة، بيكون عن صحة الكلى وصيام شهر رمضان. يعني يعني خلنا نتكلم عن الكلى، وأول شيء أهمية الكلى. فقبل الفاصل تكلمنا عن التغذية السليمة والرياضة الصحيحة والسليمة اللي تكون في شهر رمضان، أما الآن بنركز حديثنا عن مرضى الكلى. ويسعدني أستضيف الدكتورة سيمة عبد الله، أخصائي أول في قسم الكلى في هيئة الصحة في دبي، عشان تحدثنا أكثر عن الكلى وأمراض الكلى في شهر رمضان المبارك. صباح الخير دكتورة سيمة. صباح النور، صباح النور أستاذة أمنة.
أبارك لكم وبارك حق كل المستمعين قدوم الشهر الكريم، وأتمنى يكون شهر خير وبركة حق كل الأمة الإسلامية. شكرا جزيلا دكتورة سيمة، ونحن نتمنى أيضا الخير على جميع الأمة الإسلامية، ونبارك للجميع في هذا الشهر الفضيل. 4 أيام طافت علينا، 4 أيام مباركة في هذا الشهر الكريم، واليوم فقرتنا الأخيرة بتتكلم عن أمراض الكلى. فدكتورتنا سيمة، دكتورة، لو تخبرينا شو يعني أمراض كلى، وشو أسبابها، والطرق الوقاية عنها، لأن كل حد عنده مفهوم معين. لما حد يتكلم عن أمراض الكلى يمكن يجيله صورة معينة كيف تكون، أو كيف يكون مريض الكلى شكله. فلو تحدثينا أكثر دكتورتنا. أمراض الكلى أمراض متعددة. إذا نبغي نتكلم عن كل الأمراض الكلى بيكون اليوم يوم واحد ما تكفينا، بس إحنا يعني تتفاوت درجة المرض حسب حالة المريض، فبيكون يعني وحسب عمر المريض. يعني مثلا أسباب الكلى تكون غير عند الأطفال عن الكبار عن الناس اللي متقدمين في السن. فأسباب الكلى بتكون أسباب متفاوتة، بس أمراض الكلى إذا إحنا نبغي نتكلم أكثر شيء اليوم عن الصيام، خلينا نركز على نوعية معينة من الأمراض. في الناس اللي يعانون من القصور الكلوي، هم إحنا نقسمهم حق 2: القصور الكلوي المزمن اللي هو له درجاته يعني 5 درجات، والقصور الكلوي الحاد. عادة الناس اللي يعانون من القصور الكلوي من الدرجة يعني إذا كان وظائف الكلى أقل من 30%، اللي هم في الدرجة الرابعة والخامسة، عادة إحنا ننصح بعدم الصيام، خصوصا إذا كان المريض يعاني من أمراض ثانية مصاحبة بمرض الكلى بالقصور الكلوي. الدرجات الثانية اللي هو أكثر من 30%، إذا كان المريض مستقر وضعه وما عنده أمراض ثانية مثل أمراض القلب، أمراض هبوط القلب، وما ياخذ مثلا مدرات للبول، ما عنده حالة يعني طارئة عن قريب، يعني ما كان دخل المستشفى ووضعته كلها عنده مستقرة، ممكن نقول لهم إن يصومون بس تحت إشراف الأطباء. ف تقريبا احنا اخر 3 شهور يوم نشوف المرضى في العيادات دائما نكلمهم نقول لهم عن ان يصومون ولا ما يصومون. فدائما المريض اللي يعاني من الكلى او يعاني من امراض مزمنه لازم يستشير طبيبه ان يقدر يصوم ولا ما يصوم. جميل دكتورتنا، وشكرا على الشرح. فهو زيارة الطبيب مهمة جدا، وطبعا مناقشة الطبيب سواء هو في أي خلنا نقول مرحلة، سواء كانت مثلا تحت 30 أو أكثر، هذا يتناقشها أو يفصلها مع طبيب المباشر. ونفس ما قلتي يمكن يكون بعد أيضا عنده أمراض أخرى، فطبعا الخطة العلاجية لازم تكون استباقية قبل شهر رمضان من ناحية الصيام نفسه. فلو تكلمينا دكتورتنا طبعا عن مثلا الناس اللي مثلا ما يصومون، خلينا نقول الناس اللي تصوم أو مرضى الكلى اللي يقومون بالصيام، شو مثلا الأشياء اللي لازم يتبعونها، سواء كان من مثلا من الغذاء المعين أو الالتزام بالدواء مثلا في شهر رمضان، لأن تعرفين طوال اليوم نحن نكون صايمين عن الأكل وعن أيضا عن شرب الماء أو السوائل. فهل في نصائح معينة لمرضى الكلى؟ إذا المريض يعني يعاني من أمراض كلى، لأن فترة الصيام تكون طويلة، فبيكون في نوع من الجفاف، عدم وصول السوائل للكلى، فممكن هالشيء إذا المريض ما عوضها في الفترة بين الفطور والسحور، ممكن المريض يعاني من أضرار على الكلى والجسم، ممكن يستوي له تدهور في وظائف الكلى، ممكن يستوي له التهابات، خصوصا حق المرضى اللي يعانون من حفوات الكلى والحالب والمثانة، المرضى اللي يعانون دائما من التهابات مزمنة في الكلى، والناس اللي والمرضى اللي يعانون من أمراض قلب وياخذون مدرات للبول. فعادة نقول لهم بعد استشارة طبيبهم، يعني إذا هم بخير وما يشتكون من أي شيء ويبغون يصومون مصرين إن يصومون، كمية الكافية اللي الدكتور وصى فيها، يعني
في مرضى ما يقدرون يشربون يعني ماي وايد، فكمية السوائل اللي تكون يعني يشربونها، والغير هذا الأكل، تخفيف الأملاح في الأكل، اللحوم يقللون من اللحوم، وخلال فترة الصيام لازم عدم التعرض للجهاد والحر الشديد، خصوصا الحين الحر يعني شوي شوي الجو بدأ يعني يستوي حر. نعم فهاي الأشياء يعني اللي إحنا نقول لهم. فأولا وأخيرا استشارة الأطباء وايد مهمة، لأن حسب وظائف الكلى إحنا نقول لهم يعني مثلا يصومون. في مرضى مثلا حتى في المرحلة الرابعة بس كل سنة يصومون، ووظائف الكلى تكون مستقرة عندهم، هم يتناقشون معانا يعني يصرون أن يصومون فهم يصومون. في مرضى تكون حالتهم غير مستقرة بس يصرون على الصيام، فعادة إحنا نعطيهم مواعيد يعني قريبة خلال رمضان نشوفهم عشان نتابع حالتهم عن قريب، عشان نتأكد أن وظائف الكلى ما يعني ما تضررت. جميل. فيعني هي علاقة المريض مع الطبيب مهمة جدا، في سواء كان في شهر رمضان أو غير رمضان، لأن في أدوية معينة، في نصائح معينة ممكن تختلف من مريض إلى الآخر، في أشياء ممكن نجتنبها، ونفس ما أنت قلتي الوقت أو الحر الشديد أو الصيام لفترات طويلة من غير يكون سوائل معينة ممكن تضر المريض، يمكن تضره بطريقة ما تكون مفيدة لجسمه، ممكن يتعرض فيها إلى مشاكل صحية. دكتورتنا، بما أن نحن تكلمنا عن الطبيب وعن العلاقة اللي تكون بين الطبيب والمريض نفسه، وحتى الأهالي، ساعات يعني الأهالي يكونوا موجودين، ممكن تخبرينا أكثر دكتورة عن الخدمات ومستوى الرعاية اللي توفرها هيئة الصحة في دبي، وخاصة لمرضى الكلى؟ في قسم الكلى احنا عندنا هني نوفر الغسيل الكلوي اللي هو عن طريق الدم، او الغسيل البريتوني تقريبا حق 200 مريض، وبعد يكون عندنا عيادات مختلفة متعددة على مدى الأسبوع، تقريبا يوميا عندنا عيادات، عيادة الكلى، عيادة المرضى السكري اللي مع الكلى اللي عندهم سكري مع كلى نتابعهم، اللي عيادة الأمراض المناعية مع الكلى، عيادة الغسيل، المرضى اللي على الغسيل نشوفهم نفس الوقت في خلال عملية الغسيل عشان نجنبهم من يجون فترة ثانية. وغير عن هذا احنا نتابع مرضى الزراعة، زراعة الكلى، وهم فئة ثانية من المرضى اللي وايد مهمين بالنسبة لأمراض الكلى والصيام. الناس اللي يكونون يعني مثلا مستقرين عادة يصومون، بس عادة هالفئة من المرضى ياخذون أدوية مثبتات حق المناعة، ولازم أوقاتها تكون ثابتة، فهذيل بعد وايد مهم، أحيانا نضطر نقول لهم إن ما يصومون عشان ياخذون أدويتهم باستمرار في الوقت اللي محددينها. فطبعا في خلينا نقول التجربة لمرضى الكلى متكاملة في هيئة الصحة في دبي، من ناحية وجود الاختصاصيين، سواء كانت من مرحلة مرضى الكلى بشكل عام، وأيضا الخدمات الأخرى اللي تكون من ناحية غسيل الكلى، وأيضا ما بعد زراعة الكلى. دكتورتنا، خلينا نتحدث الحين، بما ان احنا تكلمنا اكثر عن المستوى وخدمات الرعاية الصحية اللي موجودة في هيئة الصحة في دبي، شو النصائح اللي ممكن تخبرين مرضى الكلى او اي حد في البيت عنده مريض كلى، او اي استفسارات معينة ممكن اي حد يخطر على بال من ناحية مرض الكلى، واذا في حد عنده سؤال معين، او ايضا خلينا نقول بعد حتى سبل الوقاية، شو الأشياء اللي ممكن تنصحين المستمعين اليوم الصباح عن مرض الكلى؟ عشان قاعدين نشوف مرض يعني عشان مرض الكلى وايد منتشر ومتعدد وأسبابه يعني متفاوتة، وقاعدين نشوف حتى يعني مرض الكلى قاعدين نشوفه في أمراض أصغر وأصغر كل سنة. فعشان كذي احنا دائما نقول حق الناس ان وايد مهم اتباع الغذاء الصحي، نظام الرياضة، شرب الماء،
شرب الماء. إذا الناس كانوا يعانون من مثلا مرض مزمن مثل الضغط والسكر، مهم جدا انه يتابعون يسوون وظائف الكلى، يكون وظائف الكلى عندهم. عدم اخذ المسكنات بدون استشارة الطبيب، في ناس يراجعون بس الصيدليات وياخذون المسكنات، هذا الشيء يعني ممكن نقول ان يكون غلط، لان ممكن المسكنات تؤدي الى يعني تؤدي الى الفشل البلوي. غير هذا هل دكتورة في مسكنات من نوع معين، أو متى ممكن استشارة الطبيب؟ لأن هذه المسكنات موجودة نفس ما أنت تقولين في الصيدليات، أو خلينا نقول متوفرة over the counter، يعني في متناول الجميع. هو كل المسكنات، ما في شيء معين، كل المسكنات بأنواعها. فإذا المريض ما يعاني من يعني إذا مضطر إنه ياخذ المسكنات على طول، لازم يستشير الطبيب عشان الطبيب يشيك له، يراقب له وظائف الكلى، عرفتي؟ نعم فما في شيء معين. حتى الباراسيتامول اللي هو الاستامينوفين اللي احنا نقول مثل يعني ناخذها على طول حق الحمى حق الألم، ممكن هذا إذا المريض خدها على طول يوميا ممكن تؤدي إلى الفشل الكلوي. فالمتابعة وايد مهمة، الغذاء السليم، عدم التدخين، شرب الماي، عدم يعني الغذاء الصحيح اللي هو ما يكون فيه أملاح وايد، الوجبات السريعة نتجنبها قدر الإمكان، الرياضة. إذا المريض يعاني من السمنة نفسها ممكن تؤدي إلى الفشل الكلوي، ممكن يسوي التهاب في الكبيبات ويؤدي إلى الفشل الكلوي. تقريبا هاي الأشياء اللي يعني نقدر ننصح فيها جميل دكتورتنا سيمة. كلمة أخيرة حابة تخبرينا عنها قبل ما نختم حلقتنا اليوم. أقول إن يعني خلال فترة الصيام، إذا يعني المرضى اللي يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، مثل الضغط، الأمراض القلب، أو يكون عندهم نوع من إصابة بالكلى، يعني يا يعني أي من المراحل القصور الكلوي، إذا يعني هم صايمين وشايفين نفسهم تعبانين يقدرون يفطرون، لأن هذا الشيء مش إجباري. وإذا يعني ممكن هم إذا صاموا يعني يضرون صحتهم وجسمهم. هاي النقاط. وأيضا شكرا جزيلا دكتورة نسيمة. وإذا ممكن أنا بعد أضيف من شوي بعد من عندك، الغذاء السليم والرياضة، وطبعا ابتعاد عن التدخين قد ما نقدر. يعني المدخنين هاي فرصة في الشهر هذا الفضيل أن نبتدي نقطع عن التدخين إذا ممكن، يعني في هذا الشهر يكون جيد أيضا. وأيضا نتبع نصائح الأطباء، ويكون معنا التواصل مع طبيب المختص في أمراض الكلى. دكتورة سيمة نشكرك جزيل الشكر على مداخلتك اليوم الصباح معنا في برنامجنا، برنامج صحة وسعادة. شكرا لك. سلام. بعد ما خذينا هذه الفقرة اللي كانت مختصة بأمراض الكلى وشو الأشياء اللي ممكن نتفاداها سواء من التغذية السليمة، واليوم كانت حلقتنا تدور على التغذية السليمة وعلى الرياضة وأهمية الرياضة، ويكون عندنا نمط صحي سواء كنا في رمضان أو غير رمضان، وإن نخلي صحتنا نفس ما يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، فالصحة تكون الفوكس أو هدفنا في الحياة، إن نحن نتبع أسلوب صحة متكامل حتى لو كان في رمضان أول كم من يوم. طبعا إحنا لازم يعني يتغير عندنا الجدول، بس الحمد لله مع يكون عندنا جدول مستمر ويكون معانا الأولويات محددينها من الأول، فالأمور إن شاء الله بتكون تمام. بس عشان نخبركم عن الدراسة اللي نحن تحدثنا أول شيء عنها، أن تناول البروتين من مصادر نباتية كانت حسب الدراسة اللي نشرتها مجلة ساركوبينيا انكشكسيا ان مصل، شافت أن فيها نتيجة
جيدة، خاصة مع النساء اللي تجاوزنا فوق 60 عاما من العمر من ناحية القوة الجسدية. وأيضا نحن تناقشنا بالتفصيل عن شو يعني التغذية السليمة، وكيف الرياضة ممكن تلعب دور في التغذية السليمة، من حيث التغذية السليمة تكون 70% من نمط حياتنا، و30% تكون الرياضة الصحيحة السليمة. وتنوع المصادر الغذائية مهم جدا جدا. وختمنا حلقتنا اليوم باستضافتنا إلى دكتورة سيمة، اللي حدثتنا أهمية مرضى الكلى بمتابعة أطبائهم، ويشوفون شو الأشياء اللي ممكن تناسبهم، والتجنب بشكل عام لكل حد من أنه ياخذ أي دواء من دون استشارة الطبيب، حتى لو كانت مسكنات ألم اللي تكون في اللي موجود على الأرفف في الصيدليات، حتى في السوبر ماركتات الكبيرة. يعني نحن نتمنى للجميع الصحة والسعادة. وفي نهاية حلقتنا اليوم حابة أشكر الجميع اللي سمعنا من أول حلقة إلى آخر حلقة، أو حتى سمعنا في النهاية. معاكم كان من التنسيق هيئة الصحة في دبي، وكان معاكم من التنسيق أيضا الأخت نجاة، ومعاكم كانت دكتورة سارة الدلال محدثتكم، والمخرج المبدع وائل القواسمة. انتظرونا غدا في حلقة مميزة من إذاعة نور دبي وهيئة الصحة في دبي، وبرنامجكم الصباحي برنامج صحة وسعادة. ودمتم في صحة وسعادة وفي أمان الله. صحة وسعادة.